أحزاب لصوص تحكمنا منذ استقلال تنهبنا وتروعنا وتهددنا إن ترن لنحم مصالحنا وتحاربنا وتصارعنا بقمامتها بمدينتنا بقضارتها ونثانتها بشوارعنا كي تخنقنا بندالتها وسفاهتها وضعت محنا لشبيبتنا حزب استقلال صارقنا حزب جرار حاربنا نشر البواغي ليفتننا خمرا وحشيشا أغرقنا حزب أحرار خادعنا جمع الأموال ليطمعنا حزب كتاب أقنعنا جلب اللصوص فحيرنا حزب مصباح كاذبنا لما ندرى أن ينصرنا قسم الإسلام سيجمعنا عبد السلطان وضيعنا لو قام زعيم يخطبنا فرعود غباء تقصفنا وكلامه راء من فذم ونهيق حمار يزعجنا ونعيق غراب نعرفه وعواء ذئاب يرهبنا فتعالب غاب تنصره وتشجعه كي ينهبنا وتساعده وتسانده بدجاج تم ليولمنا أسد معهم ليس معنا أبقى دركا كي يحرسنا ويجوعنا ويروعنا من كل حقوق يمنعنا ومرشحنا قد حالفهم وطاوعهم كي ينهبنا بمجالس خبت قد نصبت حيلا كادت لمدينتنا ليست تبغي أبدا عملا لكن في فقر تغرقنا وبمال المجلس تطمعنا وتراودنا وتواعدنا فإذا رمنا يوما طلبا لم نلف سوى من يكذبنا فينافقنا ويساومنا برشاوى ليقضي مصالحنا فلصوصنا عاقت تحضرنا ورئيس يبغي مصرعنا وبشرطة عار يقمعنا والدرك الفاسد يفزعنا لتصير الأجواء صافية وبفعل سال يسرقنا ففضائحه فينا عرفت فصغير الدار يخبرنا كل الأحزاب بموطننا كانت سببا لتخلفنا جلال الدين الوافي المغربي.